So, Omar, you've been here for a day and a half uh, listening to other researchers uh, talking about developments in the Islamist movement in Tunisia and Egypt and Syria and elsewhere. What do you think outside researchers or academics get wrong about the Islamist movement today? What do they misunderstand? بسم الله الرحمن الرحيم يعني انا اعتقد من تجربتي في هذا الحوار وحوارات اخرى مع الاكاديميين بشكل عام هناك مشكله رئيسيه وهي نقص المعلومات نقص المعلومات يعطي مشكله في قضيه اتخاذ القرار الصحيح فكلما كانت المعلومات متوفره بشكل اوضح وبشكل ادق وماخوذه من مصادرها الصحيحه يمكن ان نصل الى نتيجه صحيحه فالذي الاحظه انا ان ان كثير من الباحثين والاكاديميين ياخذون المعلومات من مصادر متنوعه متعدده لكن ليست هي المصادر الصحيحه للمعلومات ولذلك احنا يعني كحكم على اي قضيه يجب ان ننظر الى المصادر الصحيحه so you feel that if if they work closer to the field if they're talking to people that are more directly involved in the movement that they'll have a better understanding of what's going on بالتاكيد بالتاكيد لا يستطيع اي احد ان يعطيك المعلومه الصحيحه الا من يعمل او من يحتك على ارض الواقع، يعني كمثال بسيط اذا اردت ان تحكم على فصيل معين يعمل على الارض في القضيه السوريه فلا يمكن ان تاخذ مصادرك ممن هم بعيدين عن الارض. يجب ان تاخذ المعلومات من نفس الفصيل، ممن احتك بالفصيل، ممن رآه يعمل على الارض، وبالتالي النظره التي سوف تكونها نتيجه هذه المعلومات الحقيقيه الصحيحه سوف تكون نظره صائبه، فلذلك يجب الاحتكاك مباشره بأصحاب القضيه وليس بطبقات مبتعده عن اصحاب القضيه. but, you know, in a, in a country like syria, it's difficult to get good information for westerners. it's, it's difficult to travel into the country, and they often are talking to expatriates who are living in turkey or elsewhere, and those people have a very different view than the view of the people on the ground. how are researchers supposed to get around that problem? والاعلاميه وحتى التي تتبع لبعض الدول للخارجيات الدول بُنيت على معلومات خاطئه وبالتالي اخذت هذه المعلومات الخاطئه وبُنيت عليها ايضا اراء وقرارات خاطئه قد يكون من الصعب الاحتكاك المباشر مع من هم على الارض لكن يمكن عن طريق ناس تحتك بهم ممكن الدائره الاولى التي بعدهم او الدائره الثانيه القريبه منهم اما ان تؤخذ المعلومات من اطراف بعيده جدا وقد تكون اطراف مضادة للاطراف اصحاب القضية، فبالتالي انت تحصل على معلومات مشوشة. كل ما اردنا ان نصل الى نتائج صحيحة يجب ان تكون دوائر حصولنا على المعلومات بدءا من الدائرة الصغيرة اصحاب القضية حتى تتوسع قليلا قليلا نصل الى نتائج صحيحة. لدينا مشكلة حقيقية في القضية السورية على مدى الخمس سنوات هذه كثير من الاراء وكثير من التحليلات بنيت على معلومات خاطئة بسبب هذه المشكلة. So it, it struck me over the past two days that Islamists also have the same problem as researchers. Many of them don't know about Islamist movements in other countries. Islamist movements or parties in Malaysia don't know what's happening in Tunisia. People in Morocco may not know what's going on in Iraq. Um, what do you think is the biggest misunderstanding that Islamists today have about the Islamist movement? نعم مشكلة حقيقية، أنا هذا لاحظته أيضاً في الندوة خلال يومين. يعني ليس من المنطقي أن أن الثورة بحجم الثورة السورية على مدى خمس سنوات ويأتي باحث أو يأتي يعني ناشط متابع للأحداث وللإعلام ثم يقول أن هذه القضية لا يعلم عنها أو أن معلوماته خاطئة. هناك مشكلة حقيقية، هذه المشكلة أيضاً تعود إلى المعلومات. الحركات الإسلامية يعني يعني هم مجموعات بشرية مثل الباحثين قد يأخذون معلوماتهم من مصادر أيضا خاطئة وقد يتناولون الموضوع برؤية أخرى مختلفة عن أصحاب القضية والمشكلة الأخطر يعني أن أن الناشطين أو الحركات الإسلامية في الدول الأخرى لديها ما يشغلها يعني مثلا اليمن مشغولة بوضعها الداخلي مصر مشغولين بوضعهم الداخلي آه. اوكي آه آه السوريين مشغولين ايضا بوضعهم الداخلي فلذلك ايضا المشاكل هذا عامل مهم، المشاكل الداخليه لكل دوله يعني اشغلتهم عن عن, عن متابعه بقيه الاحداث، هذا عامل مهم، والعامل الاخر ما زالت لدينا في المص... مشكله في المصادر الصحيحه للمعلومات، وهنا يقع عاتق كبير على وسائل الاعلام ومراكز البحث في اصدار و... ونشر المعلومات الصحيحه التي تساعد سواء الباحثين او الاكاديميين او بقيه الحركات الاسلاميه. Thank you. Um, there's been major political upheaval in North Africa and the Middle East over the last five years. Um, it's had major effects on governments and political movements. Have you changed any of your opinions about political Islam or the Islamist movement over the last five years because of what's happened? No. يعني حقيقة خلال خمس سنوات يجب أن نتغير يعني مستحيل أن يبقى الإنسان على مدة خمس سنوات وهو مقتنع بنفس القناعات ولديه نفس الرؤية هذا دليل على أنه ليس لديه آلية للتفكير أو تشغيل المنطق في في محاكمته للأمور والأحداث نعم هناك تغييرات حقيقية حصلت التغييرات الحقيقية من التغييرات التي حصلت رؤيتنا لقضية الصراع مع الأنظمة وكيفية إدارته من التغييرات التي حصلت كيفية علاقتنا نحن كحركات إسلامية مع الآخرين سواء كحركات إسلامية أخرى أو كأطياف وطنية أخرى أو كفصائل على الأرض أو كقوى وطنية هذه عامل مهم أثر علينا هناك مشكلة لدى الحركات الإسلامية يجب أن نعترف فيها أن هناك انغلاق جزئي في التنظيمات الإسلامية يعني اهتمام قوي جدا بالشؤون الداخليه للتنظيمات الاسلاميه وعدم الانفتاح على الاخر، قد يكون للخروج او للابتعاد عن داخل الوطن عامل مهم وعدم الاحتكاك مع المجتمع، وقد يكون اسباب اخرى، لكن لدينا مشكله في التقوقع على الذات، نحن لسنا منفتحين على الاخر بشكل كامل بشكل كبير، وهذا احد الاسباب الانسداد الرؤيه لدينا في نظرتنا لكيفيه علاج مشاكل المجتمع. إذا كان هناك انفتاح كبير على المجتمع، احتكاك أقوى مع الناس، فأنا أتوقع رؤيتنا لطريقة علاج المشاكل سوف تكون مختلفة. So uh, I guess I want to turn now to the to the armed conflict um, in Syria um, and some of the more specific issues. And um, one thing that came up in our discussions is is the use of violence and how that's a controversial issue obviously. The Syrian revolution started out peacefully but because of the regime's um, brutality, More and more Syrians decided to take up arms to defend themselves, um, and the Brotherhood was reluctant at first to move in that direction. But ultimately, you had to have an internal debate about what you wanted to do, and you end up um, supporting maybe not maybe not directly, but from, from kind of you know from behind, leading from behind, if you will, some militias in Syria, the so-called shields, but. That didn't work out very well. It was not a successful experience and then the Brotherhood later backed away from that. Um, do you, why weren't you successful? Was it a mistake to support the Shields in the first place? يعني بدايه يجب ان نؤكد على نقطة مهمة. لا يرغب أبدا أي أحد بحمل السلاح في في محاولته للتغيير في داخل البلد. كانت محاولات الإصلاح سلمية والجميع يعرف ذلك لأكثر من ستة أشهر كانت هناك مظاهرات سلمية تطالب بالإصلاح لكن عندما يتعامل الطرف الآخر بالقتل والرصاص والمدافع لم يكن لديك أي خيار آخر إلا أن تواجه هذا النظام تواجهه كدفاع عن النفس تحمي أهلك عائلتك بيتك هذا التدمير القوة التدمير التي حصلت في سوريا لا يمكن تخيلها يعني طبيعة الثورة السورية يعني حتى اثبت لك انها سلميه ما زالت حتى في طريقه تفكيرها وجذورها عندما تمت الهدنه من عده اشهر هدنه اتفاق وقف اطلاق النار وهدات بعض الطائرات وبعض القصف عادوا المتظاهرين للتظاهر السلمي ومع ذلك قصفهم النظام اذا انت في حاله دفاع عن النفس لا يمكن لا تملك اي خيار اخر الا ان تحمل السلاح وتدافع عن نفسك هذه نقطه النقطه الاخرى تجربه الاخوان أنت ذكرت في سؤالك وكان هذا فعلا قرار لم نتجه لأي لأي قرار في أن نكون الصف الأول في الثورة بسبب تجربة الثمانينات النظام أراد ودفعنا لمحاولة كانت محاولة جدة منه لدفعنا أن نكون في صف الثورة وأن نعبر أن نقول نحن الثورة من أجل أن يقمعها كما قمع ثورة الثمانينات لذلك تراجعوا الإخوان خطوة للوراء وقالوا للجميع هذه ثورة شعب ونحن جزء من هذا الشعب يخرج الشعب بالتظاهر السلمي نحن نخرج معه بالتظاهر السلمي يدافع الشعب عن نفسه بالسلاح سوف نكون أي خطوة يتخذها الشعب نحن جزء من هذا الشعب تجربتنا مع حمل السلاح هي تجربة أليمة ومرة في الثمانينات وما زال أبناء وأحفاد الإخوان يعانون منها لكن عندما يكون توجه الشعب للدفاع عن نفسه بحمل السلاح سوف نكون جزء منه أما تجربتنا في قضية الفصائل أو يكون فصيل يحمل اسم الإخوان فنحن كان قرارنا واضح وجود فصائل أو فصيل مسلح يحمل إخوان... اسم الإخوان يعني تمويل مالي ضخم، يعني دعم بالسلاح والذخيره، وكلا الامرين لا يمكن تحقيقهما على شيء يمس الاخوان او يكون ذو علاقه او صله بالاخوان، لانه لن تقبل اي دوله ان تمول الاخوان ماليا او بالذخيره، وايضا هناك خوف من انه اذا استلم الاخوان السلاح ودافعوا ممكن ان يتمددوا ويستلموا الحكم، هناك محاوله من بدايات الثوره لتحجيم الاخوان وتصغيرهم لهدف اساسي. هم منعهم من الوصول الى الحكم كما وصل الاخوان في مصر. مصر لم يكن يتوقعوا ذلك، وصل الاخوان وحاربوهم بعد وصولهم الى السلطه، فارادوا ان لا يكرروا هذه التجوة في سوريا، فاحتكروا قضيه السلاح على الفصائل الاخرى التي تربطهم علاقه معينه، ولم يسمحوا للاخوان ان يتقدموا، وحوربوا الاخوان وحورب الاخوان ليس فقط في المجال السلاح، في المجال السياسي حورب الاخوان. حوربوا في المجلس الوطني، وحوربوا في الائتلاف، وحوربوا في جميع الكيانات الوطنيه، المواجهه كانت في تصغير حجمهم وتقليل تأثيرهم. هذه الطريقة في التعامل مع الإخوان، أنا من وجهة نظري لن تجدي شيء، بالعكس سوف تثير الاحتقان داخل المجتمع، أنت تحاول تهميش مجموعة ليست قليلة وليست سهلة داخل المجتمع السوري نحن كل الذي نطالب به أن يعاملنا الآخرون على أننا بنفس الطريقة التي يعامل بها بقية القوى الوطنية والسياسية حجمنا معروف لدى الآخرين ونحن أقوى تنظيم تنظيميا ومتماسكين ونستطيع أن نقود الثورة إلى بر الأمان لكن لا يوجد ثقة بالإخوان من تجارب كثقة أنظمة كمحاولة أنظمة لا يوجد لديها ثقة بالإخوان ولذلك اوجدوا فراغا في الساحه هذا الفراغ ولد التطرف وولد الارهاب الذي يدعون الان انهم يحاربونه So in that sense it might have been better from from what i'm understanding because since the brotherhood receded to the background and didn't play as central of a role as you said that allowed extremist movements to fill the gap with that in mind would it have been better if the brotherhood was more successful in armed action and had stronger support for militias, and that could have had um, a more that could have prevented the rise of more extremist groups, militias. أنا أتوقع النتيجة طبيعية عندما تركت الساحة فارغة من أي فصيل قوي معتدل يجب أن يملأه الآخرون والشارع والرأي العام السوري عاتبنا كثيرا عاتب الإخوان أنتم تركتم الساحة فارغة فجاء الداعش وجاءت الفصائل المتطرفة وملأت هذه الساحة اذا انا اعتقد ان الدول الاقليميه والدوليه ارتكبت خطا كبير الخطا هو انها لم تتفق او تتشاور او تدعم الاخوان في ان يكونوا هم العمود الفقري للثوره بحيث يقودوها الى بر الامان ليست القضيه قضيه سلاح وفصائل مسلحه او 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 جهد عسكري حتى في الامور السياسيه لو كان لدى الدول الاقليميه والدوليه يعني قناعه او او ثقه بالاخوان لاعطوهم انه دعموهم في هذه الكيانات السياسيه الوطنيه واستطاعوا ان يقودوا الثوره الى الى توافقات وربما اختصرنا المساحه او الزمن المسافه الزمنيه للثوره وكميه القتل التي حصلت، انا لا اقول ان الاخوان يعني لو لو كانوا في الصف الاول كانت الثوره انتصرت من زمان، لكن اقول ابعاد الاخوان عن الساحه المؤثره او عن نقاط التاثير في الثوره هو الذي اتاح الفرصه للمتطرفين وللجماعات الاخرى ان تملأ المكان. and I, I want to switch gears a little bit in these last two questions that so we had an interesting discussion over the last two days about gradualism and goals at different stages and i remember at one point you said that your goal in the syrian muslim brotherhood is the success of freedom um, the revolution first of all in syria and that freedom and democracy is a goal and that's why um, you, you hope a transition will happen, a transition away from the Assad regime to a new political situation. But that only takes us so far because then the question is after there is freedom, after there is a successful democratic transition, which we all hope will happen eventually, what does the Syrian Muslim Brotherhood want? And this is where I think there is some distrust towards Islamist movements because they say they want freedom and democracy. But that might be in the short term. You are still an Islamist movement. So being an Islamist movement means that you want something else after freedom, right? أنا ذكرت نقطة مهمة، النقطة المهمة أن أن الثورات قامت من أجل إتاحة الحرية للإنسان، حرية الاختيار، حرية الاعتقاد، حرية التصرف. وحريه الممارسه السياسيه والممارسه الدعويه الى اخر إلا. نحن حرمنا هذا الموضوع طوال السنوات الماضيه ونظام الاسد منذ تولى السلطه حرم الجميع اي حريه او حريه الممارسه في جميع الجوانب ولذلك بقي نظام الأسد طوال الفترة هذه لأنه لم يعطي أي مجال الحرية للمجتمع لأنه لو أعطى جرعة حرية للمجتمع يقول باتريك سيل في كتابه الأسد والصراع على الشرق الأوسط يقول لو أعطى الأسد جرعة بسيطة من الحرية للمجتمع الداخلي لكان انهار النظام الأسد المجال أو البيئة الحرية تتيح للإنسان ما يشاء أن يتصرف من الاعتقاد من, من الإيمان بالتعايش والمشتركات إلى آخره نحن كإخوان نقول أوصلونا إلى هذه المرحلة، نحن لا نريد أي أكثر من أن نعيش في أجواء حرية. بعد الحرية مثلنا مثل بقية الدول المتقدمة، نطرح برامجنا الانتخابية ونطرح مشاريع التغيير التي نؤمن بها، نطرح برامجنا الاقتصادية، نطرح نطرح ما نريد من أفكار ونترك الخيار للناس. الشعب هو الذي يختار، اختارني أنا دليل على أنه اقتنع ببرنامجي. اختار الاخر دليل على ان برنامجي غير مناسب له ولكن اقتنع ببرنامج الاخر فنحن نريد ان نصل الى ضفه الحريه بعد ذلك يمارس الجميع ممارساته من برامج من انتخابات من احزاب الى اخر but, so, but, but some secularists or liberals in Syria they have this fear that the Syrian brotherhood talks a lot about freedom democracy all these good things right but then they're worried that after freedom that then, then the true, they would say that the true colors of the Syrian Brotherhood will come out and you'll see a stronger emphasis on Sharia, religious rhetoric, um, rhetoric against minorities, let's say. How do you, do you think, why do you think some people think that about you? And can the Syrian Brotherhood do more to reassure people that that will not be as much of an issue? يعني للاسف هذا اسلوب لتشويه سمعه الاخوان يعني مثلا لو كنت انت في غرفه مغلقه واردت ان اخرجك من هذه الغرفه اقول لك لا استطيع ان اخرجك من هذه الغرفه لانك ستقوم بكذا وكذا بعد ان تخرج من هذه الغرفه لماذا هذا التوقع الذي غير مبني على 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 واقع وانما مبني على ظنون او مبني على اوهام معينه اذا كانت تجربه الاسلاميين في البلد الفلاني او البلد الاخر يعني قد تكون مشوهه مشوشه بعض الشيء هذا لا يعني ان ينطبق علي لا استطيع ان احكم عليك الا بعد ان ارى افعالك ثم ان عندما اقول ان برنامج الانتخابي او البرنامج التغييري او الاصلاحي الاخوان مطروح امام الجميع فانا اطبق ما طرحته امام الجميع لا يوجد شيء عندنا مخفي حتى المشروع السياسي لسوريا المستقبل موجوده فيه كل افكارنا ذكرنا اننا نطالب بدولة مدنية ذات مرجعية اسلامية وطل... و... ونادينا باصلاح اقتصادي و... وحريات ومساواة ومواطنة وان يقف الجميع كلهم ب... ب... بنفس الصف على في ب... القانون وان يطبق القانون على الجميع، كل هذه الافكار هذه افكار مدروسة، طيب كيف تحاسبني على افكار دون ان ترى تطبيق عملي عليها؟ لا يعني طريقة حكم الطرف العلماني على الإسلاميين في هذا الأمر خاطئة جدا لأنها تنبع من أوهام ولا تنبع من شيء عملي نتائج عملية. But they might point to say Egypt because you are called the Syrian Muslim Brotherhood, so you do have ties and links to the Egyptian Brotherhood. So some people might say, well, look what happened when, when Morsi was in power. He didn't govern inclusively. He didn't cooperate well with leftists and liberals. You're also the Muslim Brotherhood. So perhaps you'll act in a similar way. I mean, how would you respond to that? اولا لا يمكن تطبيق تجارب الدول الاخرى على على التجا... على دول على دوله مثل سوريا او اي دوله اخرى. من الظلم جدا لاخذ تجربه وتطبيقها على بلد اخر. هذا امر، الامر الاخر نحن قلنا للجميع نحن لا نبحث عن أن أن نستلم السلطة لوحدنا، لا يمكن لأي طرف أو فصيل أو مجموعة أن تحمل السلطة لوحدها، السلطة يجب أن تكون قوى متشاركة جميعاً من قوى الوطنية والإسلامية هي التي تستطيع أن تحمل البلد وتقوده إلى ضفة الإصلاح والتطوير والنهضة. فإذا لا يوجد استفراد بالسلطة، لا يمكن لأي جهة مهما كانت قوية وعندها الإمكانيات وعندها الكوادر أن تحمل مشروع بلد، مشروع تطوير بلد ونهضة بلد، خاصة بعد سنوات الحرب والقتال والتدمير التي مورست. هذه نقطة، النقطة الأخرى تجربة الإخوان في مصر لها ظروفها الخاصة، قد يكون لنا رأي مختلف عن الإخوة في مصر، لكن أيضاً من الظلم أن نقول أنها تجربة فاشلة وأنه لأنه لم يعطى الفرصة الحقيقية لممارسة أفكاره، سنة كاملة ثم تم الانقلاب عليه، إذاً هناك يعني قصور في في تقويم التجربة المصرية وخطأ في نقل التجربة المصرية إلى التجربة السورية نحن طرحنا مشروعنا طرحنا أفكارنا قلنا للجميع تعالوا معا على طاولة واحدة طاولة القوى الوطنية التي تستطيع أن تقود سوريا إلى بر الأمان لا يوجد لدينا مشروع ظاهر ومشروع خفي مشروعنا واحد ظاهر ما نقدمه ونقول الناس هو الذي نطبقه لكن لا يمكن أن تحاسبني على شيء قبل أن نطبقه وترى ممارسة العملية له And it's the last question. Um, uh, so uh, I don't know if you consider yourself a Hadmin al Shabab, or you're a Shab, uh, you're a young person, you're part of the youth. But um, do, you, do you consider yourself one of the Shabab? <laughs> <laughs> uh, well, I guess that kind of leads me to the question since you are part of, let's say, the younger generation in the Syrian Muslim Brotherhood and you're taking on more of a leadership role and, and you're establishing your voice in the organization do you, do you feel that there is a generational gap or tension at all i think it's only natural that young people can see things in a different way than some of the elders how would you describe the gener, you know the generational relationship يعني احنا بالذات لديها مشكلة مختلفة عن الآخرين نحن بقينا ثلاثين سنة تقريبا خارج سوريا كان هناك في ضعف في الحراك التنظيمي في العمل السياسي في, في تطوير العمل كان الناس يعني يتوقعون العودة في أي سنة فلذلك لم تكن هناك برامج تطويرية لم يكن هناك برامج عملية للعمل والبناء فعندما بدأت الثورة واحتكينا من جديد بالمجتمع وبالعمل الثوري، وجدنا هذا الخلل، انه لا يوجد اجيال جديده جاهزه او معده لان تعمل ضمن بيئات المجتمع، ففعلا وجدت هذه الفجوه، لكن تم تداركها نوعا ما بنوع من التدرج، واعتقد المشكله ليست مشكله فجوه بين الاجيال، هي مشكله رؤيه في التغيير. تغيير داخل الحركه الاسلاميه هذه الرؤيه قد يحملها الشباب وقد يحملها الكبار من يؤمن بمبادئ هذه الرؤيه للتغيير هو الذي يستطيع ان يقود الحركه في المرحله القادمه وهي رؤيه التغيير ان نتحول الى حركه عصريه تواكب الواقع لديها منطلقات فكرية جاهزة، لكن عليها أن تمارس هذه أو تطبق هذه الأفكار بلغة العصر وبآليات تختلف عن مرحلة الثمانينيات. هذه الرؤية التغييرية يحملها الشباب ويحملها غير الشباب، ولذلك القضية ليست قضية صراع أجيال أو تنافس أجيال، وإنما قضية رؤية تغييرية تتحرك بالحركة الإسلامية أو تتقدم بها إلى الصفوف الأولى.